بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على حضرة جمال النبي، صل على الحبيب النبي تكسب، وصلاة الحبيب النبي كلها مكسب. معانا النهاردة عرض مكون من 8 بقرات، معانا بقرة ومعانا تاني موسم، معانا لبن فريش، ومعانا عشر ولبن، معانا السن بيبدأ من أول سنتين اتنين لحد كسر ست، معانا منبليار، ومعانا هولشتاين، معانا لبن برضه بيبدأ من أول 30 كيلو لحد لبن 45 كيلو. العنوان قرية ضمان، مركز قطور، محافظة الغربية. رقم التلفون 010-6-29-21-038. رقم التلفون الثاني 010-6-28-375. صلى على الحبيب النبي تكسب كده، واللي في قلبه رحمه يصلى على الحبيب النبي. هنعرض لكم واحده بواحده. هات يا شيخ خالد، معانا اول شاب ده ايه، منبليار كسره ست سنات، عد انت كده. العجله ده ايه كسره ست سنات، يبقى قلنا اول واحده ده ايه منبليار كسره ستة، واللبن بتاعها 40 كيلو، هسلمك 40 كيلو، واللي في قلبه رحمه يصلي على حبيب النبي. دي اول واحد. تاني عجله ده ايه تفاح ست سنات برضه، 45 كيلو، ضي صلاة الحبيب النبي. دي برضو لبن فريش 45 كيلو، دي تاني واحدة. تالت عجلة ده ايه تفاحة كسرة 3 سنات، سيبها تمشي اهو 3 سنات، الشاسيه ده اهو والوضع ده اهو 3 سنات، والله يحصل له نصيب هسلمه 40 كيلو. صلاة الحبيب النبي. صلى على الحبيب النبي تكسب 40 كيلو بكريه، دي تالت واحد. ومعانا رابع عجله ده ايه عش 3 شهور، عشرها 3 شهور وكسره 6 سنات، تاني ويلد استيراد بالشهاده بتاعتها. خمسة وثلاثين كيلو، عش 3 شهور وخمسة وثلاثين كيلو وكسرة 6 سنات. جمل بعدته البز جمسة اهو،
خمس عجلة ايه؟ من بليار اربع سنات وعشر خمس شو عشر خمس شهور وهسلمك منها 25 كيلو وعشر خمس شهور وكسر اربع سنات دي تاني ولد اللي ببطنه من بليار تفاح وادي سادس عجله فلسطين امريكي اربع سنات برضو واللبن 35 كيلو خمس عجله ايه 35 كيلو واربع سنات وده اخر عجلة ايه ست سنات برضو وفيها 40 كيلو لبن من بليار واللي في قلبه رحمة يصلى على الحبيب النبي العنوان قرية ضماط قرية ضماط مركز قطور محافظة الغربية رقم التلفون 010-6-29-21-038 الرقم الثاني 010-6-82-3-57 واحد تعال خش صلى على الحبيب النبي خش خش روح روح اللي في قلبه رحمه يصلى على الحبيب النبي